الله هون حريسته وحمانتا مقالة دا بربرا آسقران لوغو سمييي تليه قيبتا بوليسكا اي قوبل كساحي المرحون عبدالرساق يوسف محمود عصير ودوان دبلي هوبايساني كتوغة تي ديگان كا بيولي اي دولايت كا مقالة دا بربرا آسقا مرحون كان ايا وحاكا سو قيب غلين مدحوين اكو عيقان كا تشمريد دا سومالي لان مدانا عبدالرحمن عبدالله اسماعيل سيلعي حمنا تيرا بدن او كسعودة قولها وسيرة دا حكومة دا مدحوين السيلان يو مدح دقاميد حلدبانو كالا سعودة لبدا قوله ايا وليبا قدومي ياشا اصحابتا قرانكا كواسو وكمد ياهي قدومي ها حسبيقا كلمية ايا قدومي ها حسبيقا وعود سيدو كلا وحاياقونا كسو قيب غلاي شعبي اهدو تيرا بدن او يسيقا كلا يمي قبالة دا دالكا وحنا هالكاسي سراد دا چناسد دا لغاقا توكدي مرحون كاسي هلبيهيسا ايا دوناي هالكاسي كاقا تعسيو قدرين قدهان مسؤولين تاسي ehladi iyo asxaabti iyo waliba qaranka Soomaaliland ay ku baxay marxuunkaasi iyagoona Ilaahay uga bariyay inuu janooyinkiisa mid ka mid ah ugu deeqo una naxariisto marxuunkaasi سيغان حريستي جنو الله كورابيو قبري الله ونورو الله كنه متقليق عن عدن وقبري وعرمتي رأينو بتاقنيد تسلح مارموضة من قران كان تريس كو ستا وقعان قردرين بشي وقود عضي واحد نقد أمالي لبعض السنة كوها مرحوم قاشان لأ عبد الرزاق يوسف إلى هون حريستو ويحيى مسلك وريا الله هون حريستو أنا قرر إلى هون قدر حريستو أمين أهلكي يا والدكي يا عروتي سي يا قرابتي يا قرن كمان إلى هاي السمرية من هالقصي وحنو قارن تحسين عيدك بوليس يا عيد ما قرن كورا عبد الرزاق مو هاي نقبل ثري كم وقتا قرن كوين بوجو مزيد عيد يدي شيء قرن وين بعد ما قرن عيد كوين بوه هي رسي عيد كوين بوه شيء قعدت فوق بطي وحين مركز ترمات يروح على تسير من نقرة لماذا يحيد ماذا أمن جينه إلى قرة لماذا هي أمن جينه كفريه أو قفر وحول عام طارو عاطفة هي خلخة هي يا سوق ما يا عارف كفر إلى هاي سجاهون حرست نعم الله إلى هاي ذكي تي قرن كينا نبض يونا جوه رستا هنو قط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وحنا هدمانتين الدوم إلهي وكفر ثمان جيري إلهي سبحانه وتعالى سبحانه 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 الله حضايا أيو إلي إنك ميت وإنهم ميتون أبي قلوا الدماني سال كل غوصو دري أورد من أوي دماني دمانتين وينو دماني قاب كي نقول دي مانين يو وقت كي نقول دي مانين يبين بكل الدول وحنا الكنس منتي كتعسي دينيا ديري دي نحن كلاهاي كتيمي كلية قيمة بوليسكا قبل كصاحب كعشان لعبد الرساق يوسف محمود لما نقرن كسومالي لان او كبحي او حلك قيمة لو هي كارهان وحن تحسين يا عدم هذا بوليس كتبوليد سومالي لان سكار وحن تحسين يا يا جنا بوليس يا قرابة دي كتير عبد الرزاق كم ده عن بوليس كار قارن كو كدين ومدو حلو هي قارن كو كم ده وحاس أم مسؤولين يا ملح يا دولة يا إذا ما هي محو هاي آس قارن ده دان مسؤول قارن هاي لو مسؤول تذكر مواطنين تاع شرعي هرتي سوي سمين
waxa la geyn lahaa de xabaal u balgeyn lahaa in kooban u baasi lahaydo fardul aynka umada muslimiinta ku ah in baa ka guda oo markaas uu fardul kifaaya inagu noqdo waxa loogu yimi waa qiimaha uu qaranka ku lahaa qoyska sabir baa waajib ku ah qaranka sabir baa waajib ku ah ma aha arrin reer isku tuumaan ama la isku colaysto reer hebel baa dilay cabdirasaaq reer ma dilin qoysna lagama dilin qarankaa laga dilay waxaa jiray koox baa dishay burcada dembi qaranka ka gashay maxkamad baa la keenaya shacbiga soomaalilan waxaa la gudboon midnimo wadajir waxa xunna inay ka wada naxaan waxa wanaagsan inay ku farxaan saaq yuusuf maxamuud oo taliyay qaybta booliiska gobolka saaxil saddex gobol oo taliyay qaybad ka haysa qolnina la yiraahdo oo aad cibaado wanaagsan oo shaqada ugu wanaagsan oo qaranimada jecel oo ahaa taliyaha qaybta gobolka sanaag taliyaha qaybta booliiska ee gobolka saaxil oo hadda lagu geystay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka hargeysa ee qaybta bariga waxaan leeyahay ina lillaahi wa inaa raajicuun ilaahay u naxariisto waa nin aad iyo aad u qiimo badan waxaan leeyahay jannooyinkiisa ilaahay ka waraabiyo waana nin qaran bu ahayn nin qoysmu ahayn qaranimaduna waa taa maanta hawshiisa sida culayska qaranku u saaray ay tahay waxaan leeyahay qaranka soomaalilan ciidanweynaha booliiska qoyskii caruurtii ehelkii iyo dhammaanta ba ilahay sabar ilahay naga siiyo maxamed salallahu caleyhi wasalam horta marka hore dee ilaahay sabar ilahay naga siiyo waa nin qaran inagoo dhan bu inaga dhintay labaad ilahay jaladii ha geliyo jana firdowsa uu geli doona biidnillaahi kariim waxaad aragtaa inta aqal qaral ku timid wuxuu ku socday shaqo shaqaa qaran buu waday shaqaa buu joojiyey wanaagu ku socday wanaagu ku soo bixi doona insha allahu tacaala waxaan ammaan usa jeedinayaa magaalada ciidanka booliiska ee dowladaba saa dhaqsaa leh arrintaa uga howlgashay laakiin waxaan kula dardaarmaya dadka shacabka reer soomaaliya qaran baynu nahay dowlad baynu nahay waa in arrinta la kala saara meel ma wada galaan qabiil iyo qaran qofkii qaran ka dhintaa waa mas-uul mas-uuladiisa waxay saaran tahay dowladda inkastoo shacbigao dhan mas-uuladii dowlad saaran in qofkii la ilaala la reereeyo maaha in reera loo aaneeyo maaha waxa weeyaan geeri naxdin leh oo qaranka ku leh oo qoyskii uu ka baxay ku leh oo ciidamadii ka tirsanaa ku leh inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maxamed cabdilaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera